عندي فرح بالليل وعايز البس البليزر الاسود ده. الفكره ان انا دايما بحب البس بدل فاتحه، لاني بصراحه مش عايز افاجئكم واقول لكم ان اللون الاسود مش اللون المفضل بالنسبه لي، بس لسبب ما العريس قرر ان احنا واصحابنا نلبس اسود وهو بس اللي يلبس ابيض. اعتقد ان طبعا البليزر ده ليه علب بيونه اكتر من الجرافطه بكتير. تعالوا كده نجربها. هو انا مش بلبس بيونات كتير يعني، بس شكلها لطيف بصراحه. مش عارف برضه اجرب الكافلينجز السوداء ولا الجولد، خلينا للاخر نشوف. وبما ان البليزر هيكون فيلفيت، فاعتقد ان الشوز الفيلفيت ده برضه هيبقى لطيف قوي على الطابور. جامده جدا. ممكن برضه نروق على الاوتفيت بشويه اكسسوارز السوداء. في حاجه بس واحده نسيتها، محتار ما بين سان لوران وبلاك اوركيد. اعتقد هروح لسان لوران. وبس كده، ده الاوتفيت اللي هلبسه. قولوا لي رايكم ايه.